حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى، وصلنا وياكم إلى فقرة هلا بالضيف، واليوم راح نتحدث بموضوع جدا مهم خصوصا يهم الأطفال ويهم كل رب أسرة وربة أسرة. شهد العالم في السنوات الأخيرة ثورة التكنولوجيا هائلة شملت العديد من المجالات، ومنها أهم هذه التطورات استخدام الأنترنت عبر الهواتف المحمولة، مما جعلنا نطيل النظر باستخدام الهواتف الذكية لفترات طويلة في الشارع والسيارة وحتى على الطعام، مما قد يسبب إجهادا للعينين وأضرارا أخرى. طبعا تتصدر أيضا الهواتف المحمولة ضوءا أيضا مرنا وذو طاقة جدا عالية يسمى بالضوء الأزرق، وقد يتسبب هذا الضوء بحدوث الصداع وتهيج وجفاف العينين وأحمرارهما، كما قد يؤدي إلى تلف النسيج في شبكية العين. وقد يكون هذا التلف دائما، وفي كثير من الحالات قد يسبب الهاتف قصر النظر أيضا لدى الأشخاص الذين يقرؤون الكتاب أو النصوص الطويلة على هواتفهم تحديدا لساعات طويلة. وللحديث أكثر عن موضوع حلقتنا عن الأجهزة الذكية وأضرارها على العين، ينضم معنا الدكتور حسين علي الزبيدي أخصائي طب وجراحة العيون. يسعد صباحك دكتور، نورتنا. صباح الخير وشكرا على المقدمة الغنية. حياك الله. طبعا الأجهزة غيرت حياة الناس كلها، وخصوصا خلال هالسنة الماضية بعد صارت التعليم كله إلكتروني، فهاي زادت المشكلة بالنسبة للتعرض العين للأجهزة والإرهاق. جيد، زين اليوم خلينا نعرف شنو الأضرار الناتجة عن الاستخدام الطويل مثلا الهاتف، خصوصا هسه انت اول منطلق كان للتعليم الالكتروني، اليوم الاستخدام الساعات طويله لاجهزه الكمبيوتر او الهواتف المحموله او الايباد او التابلت، تشوف ان بشكل عام شنو تاثيرها على العين وشنو المشاكل اللي راح تاثر على العين مستقبلا او قريبا؟ هي طبعا راح تختلف حسب عمر الشخص المستخدم. احنا كطب عيون يعني ما ننصح الاطفال اللي هم تحت عمر 5 سنين انه يستخدمون الاجهزه، بس الواقع مختلف. يعني اللي نلاحظه بالبيوت وبال يعني المرضى اللي يمرجون العياده دي يستخدمون الاطفال اللي هو تحت عمر السنه. حتى الاجهزه ايش راح تسوي؟ الجهاز اول شيء الجسم راح يتعود على النظر القريب، فيكون الطفل معرض انه يصير عنده قصر نظر، يصير عنده استجماتيزم، لانه استخدام الجهاز فترات طويله راح تقل عدد الرمشات اللي العين ممكن ترمش، بالتالي راح يصير عندك جفاف اكثر، ارهاق للعين. الضوء الازرق اللي تكلمتي عنه هذا ياثر حتى على النوم الطفل، يعني يبقي سهران، ياثر على الهرمونات اللي يفرزها الجسم، فهي عباره عن مشكله معقده تاثر عده اماكن من الجسم. جيد، طيب دكتور خلينا نتحدث بتفصيلات اكثر اليوم، انه احنا اصبحنا بعولمه التكنولوجيا والتطور، وكثير من عندنا لا يستطيع ايضا الاستغناء عن اجهزه الهاتف سوري المحمول. عاده ما هي النصائح اللي تقدمها للاشخاص اللي شغلهم دايركت مرتبط على اللابتوب او التليفون، خاصه بفترات الليل اللي هي تعتبر فتره الراحه للانسان، وبنفس الوقت ممكن هو ياخذ النوم الكافي لساعات النوم، لكن يشوف انه هو بده يشتغل اثناء الليل. ايه هاي الاشكاليه اللي دائما احنا اوجه المرضى بها. اولا يعني هو استخدام الهاتف او استخدام الحاسبه او استخدام الايباد هي كلها تعتبر شاشات. نقلل ما يمكن التعرض لها او نرتب الوقت الشغل، ممكن نقلل درجه اضاءتها. هم ممكن درجه الاضاءه ما راح تغير هوايه، اكو بالاعدادات ممكن تغيرين الى ناتشرال لايت، الى ضوء طبيعي بدل الضوء الازرق، هذا يساعد العين. الساعات استخدامه يعني مثلا شخص هو يعني وظيفته تتطلب انه يستخدم الحاسبه من الصبح مثلا لحد ما ينتهي دوام للعصر، هاي الاستخدام راح يستعمله، احنا ننصحه انه يستخدمها لمده خلينا نقول 45 دقيقه، بعدين يطلع عين استراحه. هاي العين استراحه شنو؟ يعني يشيل عينه عن الشاشه، يباو على شيء بعيد او حتى لو يغمضها شويه، هذه تعطي شويه استراحه للعين او فتره انه تستعيد وضعها، بعدين يرجع يكمل شغله، او يعني يقدر يغادر المكان، يروح ياخذ يتمشى يشرب مي او فتشي ويرجع. المهم انه ما يظل مستمر على نفس النمط لفترات طويله او ساعات طويله. جيد دكتور، زين اضافه على السؤال زهره،
أريد أركز بنقطة أنه بالنسبة للأشخاص اللي يكون مثلا سهرانين طول الليل وتشوف أنه يمكن 24 ساعة وتمر 48 ساعة وهو ما تلقاه منايم وتسأله ليش منايم، يقول لك والله ما جايني نوم، أو يعوضها ينام لك اليوم كليته ويبدي هم نفس الشيء 48 ساعة قاعد و24 ساعة نايم. زين هنا شقد العين تحتاج لها قصة من الراحة أنه لازم ترتاح وأنه تشوف أنه الوضع الطبيعي، وش قد بالاضافه انه ممكن انه اذا انا عندي شغل او لود معين ايش قد انه فتره اللود تكون عندي؟ لا احنا نجي هاي الشغله مهمه، النوم الجسم يحتاج 8 ساعات نوم جسم فتره الليل وبشكل فتره عام. الليل ان هو مصمم ان الجسم يفرز هرمونات خاصه تفرز بالنهار وهرمونات تفرز بالليل، تمام؟ يعني الجسم يحتاج اعاده برمجه، اعاده بناء المناطق اللي المعلومات اللي دخلت اثناء النهار، اعاده تحليل. هاي المعلومات اغلبها تدخل طبعا عن طريق العين والنظر، فيحتاج 8 ساعات نوم من ساعات نوم بالليل حتى يقعد الصبح جاهز للعمل يوم اخر. السهر بالليل قلنا واحده من اسبابه انه ما يجي نوم، لانه الشاشات والاضاءه اللي موجوده ما الجسم ما يحس انه وصل وقت النوم، يحس انه بعده نهار خصوصا الضوء الازرق. فالافضل طبعا المريض او الشخص اللي يستخدم الهاتف او يستخدم الكمبيوتر الساعه 10 الساعه 11 خلاص يترك هذا الجهاز حتى يروح ينام، يعني ما يصير ياخذ الجهاز وياه لغرفه النوم. فهاي الفتره راح الجسم يتعب، يصير به ارهاق، يعني بعد فتره الجسم ينهار. مو بس العين، يعني الجسم ككل يتعب، العين طبعا تكون مرهقه. يجوني بعض المرضى مثل ما سولفنا قبل ما نبدي، يجيني عينه مورمه حمراء تعبانه مرهقه، اساله كم ساعه تنام باليوم؟ قال لي يعني 3 ساعات. قلت له هذا مو صحيح. فاذا لازم ننظم النوم، والليل هو وقت النوم. زين واذا انا مثلا نايم فتره الظهر، لا. يعني اكون مثلا ارجع من الدوام على سبيل المثال مثلا ساعه بالثنتين او بثلاثه، وانا من الثلاثه انام تقريبا بالثمانيه اقعد. زين هني بالثمانيه قعد، يعني تقنعني انام بالعشره؟ مو صحيح، مو هي مو صحيح. احنا يعني انت ما يصير تحط شيء مو صحيح وتبني عليه. يعني رجعت من الدوام تقدر تاخذ لك يسموها ناب او كسره، قيلوله نص ساعه وبعدين تكمل. احنا القيلولة مرتنا 4 ساعات 5 ساعات. مشكلة طبعا، من يشفع نوم نص ساعة؟ دكتور قليلة حيل. بس يعني انت مبالغ راح تخربط النوم مالتك. صحيح. يعني هالاربع ساعات راح تاخر النوم مالتك مال الليل، وبالتالي راح ترجع على نفس البرنامج اللي هو راح يعيدك الى نفس المربع، فما راح تصحى. بس والله دكتور اكو لهم قابليه، يعني عادي واذا قعد بثمانيه بالعشره بالدعش ينعس ويرجع عينه. هذا عنده ايه، فكلش طبيعي عنده الموضوع. طيب دكتور خلينا نتحدث عن الهالات السوداء اللي تحدث يعني تحت العين. نعم. كيف بامكان اليوم انه احنا نعالجها، وشنو الطرق الاساسيه اللي ممكن نستخدمها؟ الهالات السوداء بها عده اسباب. نعم. واحدة من الأسباب هي العامل الوراثي، يعني بعض الناس عندهم استعداد أنه تكون الهالة السوداء تحت العين أكثر من غيرهم. بعض الدراسات أشارت إلى وجود خلل في جريان الدم أو تصريف الدم من هذه المنطقة. الإرهاق اللي هو الجزء الثاني اللي ممكن يزيدها، بعض الشباب إذا تنتبهون عليهم يعني هو صغير بالعمر تلقي عينه منفخة من جوه وزرقة، وهذه هاي سبب السهر اللي حكينا عليه. فالنوم صحيح، يعني شلون الاستراحه اللي نعطيها للعين زين اللي هي تفيد. والاكياس الدهنيه اللي تظهر جوا شنو؟ الاكياس الدهنيه شيء مختلف. فبالنسبه للهالات يعني بعضهم يستعملون كمادات، اكو بعض المستحضرات تخفف، بس ما تروح. نرجع للسبب الاساسي هو الراحه. جاي. الكيوس الدهنيه اللي تتكون بالجفن هاي اغلبها يكون اساسها التهاب. يكون التهاب، وبعدين التهاب ما يعالج بصوره صحيحه. التهاب داخل العين ولا التهاب بالجفن؟ بالجفن. لان اكو عندك خلايا دهنيه. نعم. في كل جفن تقريبا 30 في الجفن السفلي و30 في الجفن العلوي. نعم. يعني 60. اي وحده من ذني الخلايا الدهنيه ممكن يصير بها التهاب. أها. بس الالتهاب هذا يعني اذا ما تعالج راح يتجمع يكون كيس دهني، وهذا الكيس الدهني ممكن يكبر، ممكن يكون متعدده. فراح هذول المرضى راح يحتاجون تفريغ تنظيف، بالاضافه الى علاج تقريبا يطول 6 اسابيع، يعني شهر ونص حتى نقضي على الالتهاب اللي موجود. دكتور على مود نحافظ على صحه العين مالتنا، هم اكو مأكولات تاثر على العيون؟ العين
شيء مهم انه تكون متنوع الغذاء. احنا سامعين انه الجزر والهذا انه يطول العمر. يطول العمر. انا اعرف تريدون توصلون هالنقطة. زين وصلت. الجزر بفيتامين الف. العين حتى تشوف حتى تحلل الضوء وتحوله الى اشارة كهربائية تروح للدماغ تحتاج الفيتامين الف يكون موجود بتراكيز معينة. بس زيادة فيتامين الف هل راح يغير؟ لا ما راح يغير، بس هو مهم. فيتامين الف موجود بالجزر، موجود بال احنا نسميها بالكبد يعني اللحوم السوف، وموجود في خضروات ثانيه، بروكلي موجود به، فهي تقدر تاخذه من اكثر من مصدر. الاضافه الى الفيتامينات الاخرى، يعني جسم هم يعني كعين كجسم تحتاج الى فيتامينات اخرى، مجموعه البي، مجموعه الاي، حتى تقلل الاكسده وتحافظ على صحه العين. فبالاضافه للجزر لازم واحد ياخذ وجبه كامله متكامله صحيه حتى العين تكون مستقره. شيء مهم هم أنا الاوميجا 3. نعم. اللي وين موجود؟ موجود بالاسماك. بالاسماك. او ممكن نتناولها على شكل اقراص او حبوب. ممكن تاخذ حبوب او ممكن تاخذ، يعني ينصح بها انه تاخذ 3 وجبات اسماك بالاسبوع. يعني 3 مرات بالاسبوع. تحافظ لك على صحه الجسم ويحافظ لك انه حتى ينزل الكوليسترول. جيد، يعني اكو هواية فرص متاحة ان اليوم انه احنا ممكن نستخدمها ونتناولها. لكن دكتور نرجع للجزر، ماذا مصداقيته؟ الجزر هو بي فيتامين اي. اوكي. يعني صحيح يغير شيء يصلح النظر؟ لا ما يصلح النظر. يعني اذا كان هناك خلل بالجسم او ضعف نظر الجزر ما راح يشيله او يصلحه. هاي النقطة اللي احنا صراحة ردنا نفتهمها، لأنه مش إنه بالمدرسة اشربوا عسل جزر، اشربوا واكلوا جزر وجيبوا جزر وياكلوا. لا ما يصحح النظر، إذا موجود ضعف نظر أو قصر أو شيء ما راح يصححها بالجزر. هو أمانة جزر بوحده ما طيب، إذا جزر وبرتقال يمشي الحال. يمشي الحال. طيب دكتور خلينا نتحدث عن عمليات تصحيح النظر. نعم. متى الإنسان يلتجئ إلى عمليات تصحيح النظر؟ يعني نقدر نقول المرحلة الفعلية اللي يتجه بها على انه هو يلتجئ الى العمليات. تصحيح النظر طبعا تطور، يعني نعم. العلم خصوصا الليزرات تطورت والاجهزه تطورت، صارت العمليه اكثر امنه وسريعه. ونقدر يعني نحددها بدقه الى درجه يعني اقل من ربع درجه ممكن حتى ندخلها بالجهاز ونصححها. نعم. للمريض متى ممكن نسوي العمليه؟ احنا هسه يعني بروتوكول العالمي 18 سنة. راح تقول ليش 18؟ راح أقول لك لأنه الإنسان العين مالته تنمو. نعم. يعني فترة المراهقة هي مستمر تنمو، ممكن الدرجة تتغير، فإحنا ننتظر حتى الدرجة تستقر. بعض المرضى 18 سنة مثلا الدرجة بعدها تتغير، ننتظر عليهم، مو شرط أنه صار 18 لازم نسويها. نعم. ما دام الدرجة بعدها ما ثابتة ننتظر. متى ما استقرت الدرجة ممكن نسوي عملية التصحيح. تجي إلى الفحوصات، صور القرنية الشبكية العدسة، هذا جزء مهم. قبل ما نفكر بالعملية لازم نحدد مدى سلامة العملية. العين تتحمل نسوي التصحيح أو لا؟ هناك مشكلة ثانية غير ضعف النظر، فهي لازم تعالج قبل ما نفكر أنه نسوي العملية تصحيح النظر. جيد. زين دكتور، اليوم أكو طرق كثيرة لعمليات تصحيح البصر، الليزر والليزك والفنتو تقنية أخرى. يعني أنا أعرف الليزر والليزك. اليوم شنو هاي تقنية الفنتو، وهل هي آمنة وهل هي سريعة وتعطي نتائج سريعة؟ خليني أشرحهم واحدة واحدة حتى نعرف الفرق بيناتهم. جيد. الليزر هي عملية تصحيح النظر تكون مباشرة على سطح القرنية. تمام. يعني ما راح نفتح طبقة القرنية، راح يكون التصحيح مباشر على السطح. هاي نستعملها لما يكون عندنا درجات قليلة، لما يكون عندنا السماكة مو عالية، أو المريض مثلا عنده مشاكل ثانية مثل الجفاف بسيط. نستعمل PRK أو التصحيح السطحي أو الليزر. جت الخطوة الثانية اللي هو الليزك. الليزك أنه راح نفتح القرنية، راح تخيلها كتاب. نعم. راح نفتح هذا الغلاف الكتاب، نسوي التصحيح بالداخل، بعدين نرجع نسد الغلاف مال الكتاب. شو نستعمل حتى نفتح الكتاب؟ بالليزك نستعمل شفرة تقص. بس الشفرة طبعا هذه بها يعني امواج عاليه سريعه جدا ودقيقه حتى نحسب السماكه اللي راح نفتحها. الليزك ممكن طبعا صارت إن ممكن يسوي لنا مشاكل، فطوروا العلم، طوروا شغله يسموها الفيمتو، اللي هو احنا بعد ما نستخدم شفره نستعمل كله ليزر. الليزر هو يفتح الكتاب، والليزر هو راح يصحح الدرجه اللي موجوده بالداخل. حلو.
هذا آمن وأسرع من الليزك، ونقدر نتحكم بعد دقة أكثر بالسماكة. يعني الليزك عندنا قياسات مثلا سماكة 90، سماكة 110، سماكة 130 اعتمادا على الشفرة اللي نستخدمها. الفنتو لا، أقدر أن أسويها 85 86، يعني بدقة 1 مايكرون. فأنا أتحكم بالسماكة، أنا كل قرنية أقدر أفصل لها الدرجة مالتها بالطريقة اللي تناسب ذاك الشخص، فأعطتنا مرونة أكثر، أعطتنا دقة أعلى، بالإضافة إلى أهم عامل اللي هو الأمان. زين، تشتغل كل الحالات بهاي الحالة بالفيمتو؟ الفيمتو المشكلة الوحيدة بها التكلفة، هي أغلى من الليزك. بس تشتغل كل الحالات؟ بالضبط. أنا يعني مثلا يجيني المريض يقول لي مثلا إذا سوي تصحيح إيش تنصحني أي عملية؟ طبعا أنصحها بالفيمتو لأنه تكون أدق وأحسن بالنسبة له، بس تبقى العامل المادي انه يقدر يتحمل تكاليف الفرق، لانه بالفيمتو انت راح تستخدم تقنيات اثنين. نعم. فلهذا هي التكلفه تصعد. اكو تقنيه اخرى الموجوده يسموها السمايل، هذه هم نستخدم الفيمتو بس راح تكون الفتحه جدا صغيره، نطلع شلون نقص عدسه داخل القرنيه. نعم. نشيل هذا اللي هي تعادل الخطا الانكساري، نشيل هاي بدون ما نفتح طبقة، يعني كأنما واحد يدخل يأخذ له شيء صغير يطلعه. هاي أيضا حديثة متطورة وآمنة من العمليات، هاي استخدام الفيمتو بس بطريقة أخرى. حلو. زين دكتور، خلي شوي نتحدث عن القرنية المخروطية. بعض الأشخاص اللي يعانون من هذا الموضوع، كيف ممكن هذه العمليات أيضا تساهم بتصحيحها؟ القرنية المخروطية هذا شيء مختلف، هذه يعني احنا نسميها مجموعة من التشوهات القرنية. زين. من ضمنها القرنية المخروطية. القرنية المخروطية يصير عندك القرنية تبدي تضعف، يزيد تحدبها، تقل سماكتها. سابقا كنا ننتظر لحد ما العين يبطل يشوف، يلا نسوي له زراعة قرنية. زين. لأنه هي هذا المرض يزيد، يعني خصوصا بالصغار بالعمر. السبب الرئيسي هو فرك العين أو تحسس شديد يكون عندهم من الصغر، فتتكون هاي القرنية المخروطية، وهي ممنوع نسوي ليزك أو فيمتو بالنسبة للقرنية المخروطية. أه. لأنه هي أصلاً قرنية ضعيفة بعيدة تماماً عن هذه العمليات. إيه إيه. فهاي إحنا من تجي قرنية مخروطية ممنوع الليزك. أنا دائماً يسألوني المرضى أقولهم ليزك ممنوع، تمام. حتى فيمتو ممنوع، لأنه إحنا ما نقدر نضعف القرنية وهي أصلاً ضعيفة. شنو العلاجات بالنسبة البدائل؟ نبدي أكو شغلة نسميها تثبيت ويعرفوها أو التصليب القرنية. هذه إحنا نحط مواد. نعم. اللي هو الريبوفلافين، أحد مجموعة فيتامينات البي، مع تسليط أشعة فوق البنفسجية بتراكيز وقوة معينة لفترة محددة حسب سماكة القرنية تحسب. هاي تثبت القرنية، توقف يعني خصوصا حالات المبكرة، إذا لزمناها مبكرة اكتشفناها جيد راح نثبتها، نوقفها، نمنع هذا المرض انه يتفاقم. حلو. تجي حالات لا، المتوسطه والمتقدمه، دول ممكن نسوي لهم تصليب، وممكن حلول اخرى مثل زراعه الحلقات. هاي نزرعها بالقرنيه، نعيد شكلها، نعدل شكل القرنيه، بدل ما يكون مخروط رجع الى شكله الطبيعي. نزرع حلقات داخل القرنيه، نعدلها، تصحح النظر مالته الى درجه معينه. يعني ايش قد ممكن نقول نسبه يقدر يشوف بها؟ اذا هو مثلا ما يشوف بها نهائيا، اذا بعض المرضى يرجع 6-6. حلو. اذا يعني اكتشفناه في الوقت المناسب وكانت الدرجات مالته مو عاليه، زرعت الحلقات يرجع 6-6. حلو. بعضهم لا، يكون مرحله متقدمه، مثلا البارحه كان عندي مريض عنده ناقص 18 ويا ناقص 8، يعني القرنيه مالته جدا مشوهه. هذا وبادي عنده عتامه، هذا راح يحتاج زراعه قرنيه. هذا ما راح تفيد الحلقات. جيد. تصير عتامه. او احنا نريد ننطلق من هذا المفهوم انه زراعه القرنيه هل هي من الزراعات الناجحه، وهل ممكن انه اعاده النظر مره اخرى، يعني ترجع تصحيح البصر مره اخرى 6-6، لو هم راح يواجه فد مشاكل ممكن تعيقه بحياته، ان يكون انه راح تنقل القرنيه من جسم الى جسم اخر، ممكن هذه الخواص بهذا الجسم ما راح يتقبلها، لان كل جسم سبحان الله، الله سبحانه وتعالى جعل لي كل جسم فد خواص ومميزات تختلف عن الجسم الاخر. هي مو يعني هو كل جسم يتعرف على الخلايا ما احسنت. احنا ليش احنا زراعه الاعضاء، ليش عندك رفض وقبول ويطو مواد علاجات تمنع الرفض؟ بالنسبة للقرنية عندنا شيء مميز انه ما بيها دم، فاحتمالية الرفض اقل من ما باقي الجسم.
لان هو الاجسام المضاده والخلايا المناعيه ينقلها الدم. القرنيه ما بيها دم، هذا شيء ايجابي. الشغله الثانيه انت القرنيه احنا ما ناخذها، ناخذها من شخص متوفي. نعم. وننقلها الى شخص هاي. الفتره ما بين الوفاه والزراعه مهمه، لانه انت كل ما تقضي وقت القرنيه خارج الجسم، احنا طبعا نحطها محاليل تحفظها وتغذيها، بس الوقت كل ما يطول كل ما نسبه النجاح تكون اقل. شلون النبته من تشلعها وتزرعها بمكان ثاني، كل ما الفتره تطول نسبه النجاح تكون اقل. الشغله الاخ اللي هي مواصفات القرنيه، عمر الشخص، عدد خلاياها، هل الخلايا مناسبه. احنا نحاول من ناخذ زراعه مثلا شخص عمره 20 نحاول نلقي شخص قرنيه يعني متبرع قرنيته قريبه يعني عمره قريب على 20، ما نزرع على مثلا قرنيه شخص عمره 50. زي ممكن تكون دكتور مثلا هالقرنيه على سبيل المثال هو 20 سنه او 25 سنه ممكن تلقاها تعبانه وتجي تفحص. هاي يعني تفحص قبل ما تزرع طبعا. تجي بيها تقرير كامل، تفحص ضد الفيروسات، ضد اي مشاكل، صفائها، عدد خلاياها، يجوا ياها تقرير قبل ما ترسل القرنيه. احنا عاده نستوردها، احنا ما عندنا بنك عيون بالعراق، ما عندنا تبرع، فمستورده. قبل ما ترسل القرنيه احنا يجينا التقرير يقول لي مثلا عندنا هاي القرنيه توفرت تناسبكم او لا. فاذا اقول له نعم ترسل خلال 24 ساعه تكون موجوده، اذا ما تناسب اقول له لا انتظر، اني قرنيه هاي ما تناسب المريض اللي عندي. فهي لازم تكون الاختيار نوعيه القرنيه، صحة القرنية مهمة جدا. تجي بعدين بعد هذه الخطوة اللي هي العملية، شلون راح تشتغلها، شلون راح تزرعها، التقنيات هاي طبعا تعتمد على الطبيب اللي راح يشتغلها. كل ما كان يعني العملية أسرع، كل ما كان تقنيات الطبيب أحسن، كل ما أيضا زادت نسبة النجاح بالنسبة لها. جيد، يحتاج لها وقت زراعة قرنية؟ متطول ساعة العملية. حلو. زين دكتور، بالنسبة لي يعانون من موضوعات تشوه القرنية لكن يلبسون النظارات ومعتمدين عليها بحياتهم اليومية، ممكن هذا الموضوع يساعد القرنية على أن تحافظ على الدرجة اللي هي بيها؟ لا، النظارة وظيفتها أنه تساعد المريض أنه يشوف. زين. يعني عند قصر المريض فلما يلبس النظارة راح يشوف، حتى تعدل الخطأ الانكساري عن طريق النظارة. بس هي ما راح تعدل القرنية، القرنية راح تبقى مثل ما هي. يعني الدرجة ما راح تتغير بالقرنية. فهي النظارة حتى يشوف إلى أن يوصل مرحلة، أما يستمر على النظارة هذا واحد من الخيارات. الخيار الثاني العدسات اللاصقة، لازم بس لازم يكون بعناية. يعني النظافة والمحاليل والقطرات تكون أكيد. التزام. الثالثة أنه التصحيح. إذا كانت العين مناسبة للتصحيح، إحنا سوينا الفحوصات نسوي التصحيح. بعض المرضى لا، مثلا أصلا خارج نطاق الليزر والليزك، يعني هاي العمليات الليزرية هذولا نزرع لهم عدسه لاصقه داخل العين، يسموها عدسه لاصقه الذكيه او الاي سي ال. امنه؟ نعم، اذا كانت العين فحوصاتها تتحمل. يعني البارحه طلبنا من مريضين عندنا، طلبنا لهم عدسه لاصقه ذكيه تزرع داخل العين. نعم. هي مصنوعه من مواد الجسم يتقبلها انه ما يرفضها. ايش قد تبقى داخل العين؟ تبقى الى مدى الحياه. ايه. ما يغيرها؟ ما تحتاج تغيير. زين، ما تضعف قرنيه العين دكتور؟ هاي ما لها علاقه بالقرنيه. هاي تزرع خلف القرنية، خلف القزحية، فوق العدسة، يعني عدسة تصحيحية فوق العدسة اللي موجودة داخل العين. ما راح تأثر على العدسة الأصلية؟ إذا زرعت في طريقة صحيحة لا ما تأثر. حتى لو كانت القرنية تعاني من مشاكل؟ لا، هي القرنية إحنا لازم تكون ثابتة. يعني مثلا القرنية سليمة بس سماكت المريض عنده 12 درجة. أوكي. فالقرنية ما تتحمل نصلح إلا 12 درجة بالليزر أو الليزك أو الفيمتو. فش راح نسوي؟ راح نزرع على عدسة ذكية داخل العين صلح لنا هال 12 درجه. هو هذا قصدي، بدون ما نتحرش بالقرنيه. اي هذا القصد. كل شكر لك دكتور، نورتنا لهذا اليوم. شكرا جزيلا لك دكتور. لك طبعا نورتنا، وشكرا لكل هذه المعلومات الجميله اللي اعطيتنا اياها. الله يسلمكم. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، عندنا استطلاع خلي نتابعه حول استخدامهم لاجهزه الهواتف الذكيه، خلي نتابعه بعد هالعوده.